البوليس حدا السكه ديال التران غيلقاو جثه ديال دري مقتول ميت. لكن الغريب في الامر ان هذا الدري ماشي طبيعي، كيبان ولد كيبان بنت، ما هو بنت ما هو ولد، ولابس غير الحوايج الدخلانيه الملابس الداخليه، ومن برا داير من وجهه داير الماكياج، شي حاجه اللي غريبه بزاف. من بعد مده تقريبا ديال شي شهرين وشي حاجه كيلقاو عاوتاني دري تقريبا 20 عام 22 عام ميت في واحد الغابه، وحتى هو لابس الملابس الداخليه، وحتى هو داير الماكياج ومبنت. هادشي اللي غريب بزاف، ما غتيقوش شكون غيكون في الاخر اللي صفاها لهاد جوج ديال الدراري. خليكم معنا حتى الاخر باش تعرفوا شكون وكيفاش وعلاش. 10 في شهر 5 من 2019 البوليس غتجي مابيل من عند واحد السيد خدام في السكه الحديديه بانه راه لقى واحد الجثه في الجنب ديال السكه. البوليس جاو لعين المكان المسرح الجريمه، كيتفاجئوا بالشكل ديال الجثه، ما عرفوها واش ديال بنت ولا ديال ولد، ولابس غير الملابس الداخليه وتقريبا دار الماكياج. البوليس تصدموا بزاف من الشكل ديالو اللي غريب، لقاو فيه لاطراس ديال الزروقيه وديال الحموريه في العنق ديالو. البلاصة فين تلقات الجثة بعيدة تقريبا على الدار بعيدة بشي 10 كيلومتر. من بعد التحقيق تبين البوليس ان هذا الولد مات تقريبا 24 ساعة، وفين لقاوه ماشي هو مكان الجريمة، يعني اللي قتلو حولو البلاصة فين تلقات الجثة، وتقريبا شي 13 متر بعيدة على الجثة لقاو واحد التليفون اللي مهرس. ملي حلو قلبو لداخل ما لقاوش الكارت سيم اللي كاينه فيه داخل، لكن لقاو واحد الحاجة اللي غتكون مفيدة بزاف للشرطة، لاكارت ناسيونال ديال الولد اللي ميت. لقاو ان سميتو منعم وكيسكن في الدار البيضاء وعندو 22 عام، ولقاو العنوان ديالو بالضبط. السيد اللي بلغ بالجريمة داو معاهم البوليس باش يحقوا معاه، وصلوا الكوميساري سولوه قالوا لي كيفاش كدوز من هذيك الطريق اللي خاويه بزاف وكتمشي منها وما كتخاف ما والو. قال لهم هذيك هي طريقي وهذيك هي خدمتي، وسنوات هذه وانا كندوز من تماك، ما كنقتصد على فلوس ترونسبور وطريق مختصر كنوصل دغيا لداري. البوليس عاوتاني سولو قالوا لي واش ما بانشك شي حاجه غريبه، شي موطور شي واحد ديز من تماك غريب شي حاجه؟ قال لهم ما بان لي والو. الصباح مشيت من نفس الطريق ما كانت حتى حتى شي حاجه، بتميت راجع من نفس الطريق لقيت هاد الجثه. البوليس مشاو للعنوان ديال الولد فين كاين في كيسكن، دخلوا عند والديه قالوا لهم يلا معنا الكوميساري. والديه قالوا لهم وياك ما كاين باس كاين شي حاجه؟ قال لهم يلا معنا وغتعرفوا شنو كاين. وصلوا للكوميسارية البوليس ما قدروش يقولوا لهم ان ولدكم لقيناه ميت، بداو معاهم بشويه وحنا غنقول لكم واحد الحاجه، وعندكم تصدموا عندكم تخلعوا وغير غير شدوا فراسكم وصبروا. با قال لي بوات الدري قال لي غير قول لنا شنو كاين. قالوا لهم الله يصبركم ولدكم راه لقيناه ميت مقتول. واش عرفتوا رده الفعل؟ شي اب وشي ام الا سمعت ولدها راه ميت راه غادا تصدم، بدات تبكي بدات تغوت. هادو خا سمعوها وما تحركت فيهم حتى شي حاجه، ما بكاو ما غوتو ما والو. الجواب ديالهم كان هو الموت بعد مرات كتكون ستره، والام نقزت حتى هي قالت الموت مزيانه بعد مرات وكتكون مفيده للانسان الى مات. البوليس ما فهموا والو وبقاو حيرين كيفاش ام واب غيسمعوا ولدهم مات وما غاديين يقولوا حتى شي حاجه وغيجاوبوا بهذا البروده كامله. اللغز محير بزاف. البوليس سولوا الاب ديالو قالوا لي واش عندك شي مشكل مع الابن ديالك؟
الاب بدا داوي وبدا يفرغ في القلب ديالهم. قال لهم ولدي من صغره هو مشوهنا، من صغره هو كيدير الحوايج ديال الدريات، كيلبس حوايج ديال الدريات، كيدير الماكياج مبنت، التصرفات ديالو مع البنات بحال البنات، شوهنا مع الجيران، شوهنا مع العائله، شوهنا مع كل شيء. والام ديالو كانت حتى هي بحال كواك بنفس الجواب. البوليس هنا شكوا فيهم وحطوهم من لائحة المتهمين. علاش حطوا فرضية ديال ربما انهم يكونوا قتلوا ولدهم حيث مشوه بهم ومطيح منهم؟ هذا حتى هو ممكن تكون هذه الفرضية صحيحة. الاب ديال منعم قال لهم هذه 4 سنين باش جريت عليه وعرفت من واش دراري قالوا لي انه كان تاري بارطما في بورغون، لكن عمري ما فكرت نمشي عنده وما سولتش حتى على العنوان وما عارفوش حتى فين كاين. البوليس مشاو لبورغون وداو التصويره ديال الولد وبقاو كيقلبوا بارطما بارطما، عماره بعماره، قلبوا بزاف لكن ما قدروش حتى واحد ما تعرف عليه. واحد العماره وصلوا ليها، يلاه هضر مع الكونسييرج، شاف التصويره ديالو، هو يقول لهم هذا الولد راني عرفته كيسكن في الطابق الثاني. طلع معاهم الطابق الثاني، بقاو كيدقوا يدقوا بزاف حتى واحد ما جاوبهم. هو يقول لهم راه ساكن معاه واحد الدري سميتو زكريا، ساكن معاه من شحال هذا، راه صاحبه. قالوا لي غير يجي زكريا، قول لي يجي عندنا الكوميساريه. دازت تقريبا 5 سوايع، زكريا جا لابارتومون وهضر مع الكونسييرج قال لي سير عند البوليس. ملي مشى عند البوليس بداو البوليس كيحقوا معاه كيهضروا معاه، شنو كتعرف على منعم؟ قال لي منعم صاحبي من زمان هذا، وكاير هنا وياه في نفس البارتمان، دري درياف داخل سوق راسو، ما كيجبد الصداع مع حتى شي واحد، لكن هذه مده 3 ايام مابقاش جا للدار وما بقاش كيجاوب في التليفون. كيريا ملي عرف القضيه فيها جريمه قتل وقالوا لي صاحبك راه لقيناه مقتول، تصدم بزاف وبدا كيعاود لهم لا ربما يفيد البوليس بشي حاجه. قال لي مرة كيمشي لواحد القهوه ديال الشيشه، عطاهم العنوان مع ما كيريح فين كيريح. مشاو البوليس لعين المكان، لقاو السرباي وراه التصويره ديال منعم. قال لهم هذا راه كليان ديالي، فين كيريح وراهم فين كيريح ومع من كيريح. كتبوا ليستا بالسميات كتبها لهم ديال لي زامي ديال منعم. مشاو البوليس حجابهم حقوا معاهم واحد واحد لكن بدون فائده، وما استطاعوا يوصلوا حتى شي حاجه اللي غتكون ايجابيه وعارفوا شكون اللي قتل منعم. شكون في نظركم غادي يكون قتل منعم؟ وعلاش قتلو؟ واش كانت عنده شي علاقه مع منعم؟ شنو السبب اللي غيخليه يصفي عليه باش تقتل انسان؟ صعيبه بزاف. من بعد 3 شهور البوليس عاوتاني غادي تجيهم ابيل، وبالضبط 24 في شهر 7 2019، من عند واحد السيد اللي قال لهم انا في غابه مسؤول، انا هو اللي مسؤول على هاد الغابه، وراني لقيت واحد الجثه مقتوله، شي ولد تقريبا في العشرينات من العمر ديالو. البوليس جاو لمسرح الجريمه وعينو الجثه تقريبا كيبان في السن اللي قال لهم هذاك السيد اللي مسؤول على الغابه، تقريبا شي 20 21 حتى 24 عام. هنا البوليس قالوا لي واش قصتي الجثه؟ قال لهم لا ما قصتهاش، غير شفتها من بعيد، دورت لكم باش تجيو تشوفوا شنو كاين. الدري كان فيه 4 ديال الطعانات بسكين كانوا في الكرش ديالو، هما اللي خلاوه نزف وخلاوه فقد الحياه ديالو. هنا هاد الجريمه الثانيه ماشي بحال الجريمه الاولى، الجريمه الاولى مات خنقا، الثانيه مات بطعانات بسكين، لكن عندهم حاجه وحده الجريمتين اللي متشابهين فيهم. هاد الولد حتى هو مبنت ولابس غير الملابس الداخليه ومدير الماكياج. البوليس هنا اكتشفوا ان اللي غيكون قتل مروان هو اللي قتل منعم، لكن مروان اللحم ديالو بدا كيزراق، يعني مات تقريبا غيكون مات ماشي غير الجثه ماشي جديده، مات البارح مثلا، مات يوم يومين تقريبا. البوليس هذه المره ما لقاو حتى شي حاجه ولا حتى شي دليل يقدر يعاونهم في مسرح الجريمه. من بعد سميتو التشريح والبصمات غيخرجوا من بعد 24 ساعه غيعرفوا ان الولد في عمره 24 عام وسميتو مروان،
ولقاو بان الام ديالو ديجا ديكلارات وعندهم ديكلاراسيون بالاختفاء ديال هذا مروان. هاد القضيه اللي هاد اللعيبه اللي غادي تعاونهم مزيان باش يوصلوا شكون هو المجرم. صراحه قضيه معقده بزاف. الام ديالو وصلتها الاخبار تصدمت بزاف، بدات كتغوت، بقى فيها الحال بزاف. قالت لي عاود، قالوا لي عاودي لينا على مروان. قالت لي مروان كان بنت، كان في كيدير تصرفات ديال الدريات، كيلبس حتى هو بحال تقريبا حوايج ديال الدريات. المهم كيتشبه بالبنات، وهاد القضيه كلشي عارفه الجيران وكلشي، وتقبلت الامر حيت انا راني الام ديالو. قالت لي ولدي ما قالوا له واش كان عنده شي عداوه مع شي حد ولا شي حاجه. قالت لهم لا، قالت لهم النهار كامل كان كيدوز قدام البيستي وبزز باش كنجي عنده كنقول ليه خرج تسخر وتا خرج تلاقى مع صحابك دير صحاب دير هادي. قالت لهم ما كان عنده لا صحاب لا حتى شي واحد، البيستي هو صاحبه كيبقى يتكونيكطا فيه ما عرفتش شنو كيدير فيه تماك صافي، وكيدوز النهار كامل تماك. من بعد واحد الدري جاتو واحد الفكره وقال البوليس علاش لي ما ندخلوش البيسي ديال مروان، حيت الام ديالو قالت كان كيبقى قدامو النهار كامل، ونشوفو معاه كيدوي فاش كيتفرج شنو فيه هذاك البيسي. ربما نقدروا نلقاو شي حاجه تقدروا تلقاوها تعاونكم باش توصلوا لشكون هو المجرم. البوليس تقبلوا هذه الفكره ديال يشوفوا مروان مع من كيهضر في البيسي، حيت السيد كيبقى مقابلو 5 سوايع 7 سوايع في النهار، هادشي اللي قالت الام ديالو. وفعلا البوليس دخلوا البيسي ديال مروان ولقاو ان مروان كيهضر كيدخل لمواقع اللي خايبين اللي مزيانينش اللي فيهم انحراف، زعما دراري كيوليو بحال بنتين، كيدخل هذوك المواقع اللي ما مزيانينش اللي سلبيين بزاف، ومتقيد كاع في مواقع وكيهضر مع الدراري فيهم تما. ولقاو انه كان عاقد مع واحد السيد وغيتلاقاو في واحد القهوه تقريبا في اليوم ديال الجريمه. البوليس شافوا سميه القهوه حيت مقيده تماك وكلشي، مشاو القهوه ورجعوا الكاميرات، وهنا غادا تكون الصدمه اللي كبيره بزاف. ولقاو ان السيد اللي تلاقاو فعلا مع مروان وبان لهم في الكاميرا جلس مع مروان راجل كبير وتقريبا طالع في 60 عام، 56 57، المهم طالع في 60 عام. البوليس داو الفيديو اللي كان مريح مع مروان مريح مع داك السيد المختبر الجنائي، وفي مدة قصيرة خصاتو يعرفوا شكون هو داك السيد، وجبدوا جميع المعلومات اللي متعلقة بهداك السيد اللي كان مريح مع مروان. البوليس عرفوا ان السيد سميتو زهير وفي عمره 53 عام، وكان ساكن فيلا. البوليس هادو لقيته فاش عرفوا هاد المعلومات كانت تقريبا 4 ديال الصباح. البوليس مشاو في هذاك الوقت نيت اعتقلوه جابوه للكوميساريه يحقوا معاه، وراو التصاور ديال المنعم وديال مروان نكار. قال لهم هادو الدراري ما كنعرفهمش نهائيا، وتبين البوليس انه كيكذب، ومن كيكذب يعني هو المجرم. بقاو عليه منا منك منا مني باش يهضروا. البوليس ملي ما استطاعوا يستنطقوا منه حتى شي حاجه دازوا الخطه اخرى، خداو ليه التليفون، مشاو للفيلا ديالو، خداو البيسي. وهنا كانت الصدمه اللي كارثيه بزاف. ملي حلوا داك البيسي لقاو فيه عجب، لقاو فيه الفيديوهات ديال مروان وديال المنعم كانوا كيصيفطوهم ليه، فيديوهات اباحيه، ولقاو بزاف ديال الدراري اخرين مصيفطين ليه الفيديوهات. وهنا عرفوا بان هذا السيد هو عنده ميول، وهنا كانت كارثة. علاش خاص الواحد يحضي وليداته من صغرهم؟ هاد القصة فيها عبرة. البوليس جابوا الفيديوهات والبيسي واجهوه بهم، قالوا لي ها انت الفيديوهات، غير اعترف معلي غير تقول لنا القصة شنو كاين. هو بدا يعترف لهم، وكانت هنا الكارثة والصدمة. السيد عنده عقدة من الطفولة ديالو، قال لهم انا ملي كنت صغير تعدى عليا الاب ديالي، ولات عندي عقدة وطبقتها على الارض الواقع، ولا عندي ميول من الطفوله ديالي وكنجيب الاولاد وهذا الشيء بحال هذا الشكل هذا. قالوا لي عندك بزاف ديال الدراري، علاش قتلتي منعم وقتلتي مروان وما قتلتيش الاخرين؟ قال لهم قتلت منعم ومروان حيت كيشبهوا الاب ديالي، فين ما كنشوفهم كيتشابه ليا معاهم، هذا الشيء علاش صفيتها ليهم.
وهنا كانت نهاية ديال القصة. ومن طبيعة الحال راه غيكون سجن طويل مؤبد او شي حاجة لهذا السيد. خوت هنا غتكون سالات القصة، كنتمنى تكون استفدتوا منها وتكونوا خديتوا عبرة. ما كرهتش تخليوا لي واحد الكومونتيرات شنو استفدتوا من هذه القصة.